اهلين ابو جوده. اهلين الحكومه. اهلين ابو محمود. لك بدر شامه مريح كاس ولك انا كاس. هاي تنكت كاس كانت عندي بالبيت وزعتها على المحتاجين بالحاره. مو وقتها هلا. خليني اشوف. ماني شايف حدا من رجال حاره الطبع هون. وينهم؟ ليكم بالمضافه. يعني مجتمعين بالمضافه. لا مو ما تاخذني بالسؤال عم جودك. ما عرفت مين الافندية. خلصوا لك حيوان. شرفوا مامو بيك. تفضلوا. خير ان شاء الله. اهلين ابو جودت. اهلين بالشباب. اهلين شيخي. اهلين فيك ابو جودت. شايف في معك ضيوف. ضيوف ابو هلال ضيف على الحاره صعيه يا شيخي. بس جناب مأمون بيك ما له ضيف بنوب. مأمون بيك ابن حاره الضبع عبا عن جد. جناب مأمون بيك ابن الغوالي اللي صلكم زمان لا شفتوه ولا سمعتوا عنه. ابن الغوالي ابن مين؟ مأمون بيك يا شيخي ابن اخوه للمرحوم الزعيم ابو صالح زعيم حاره الضبع. ابن اخو الزعيم؟ قصدك ابن كامل يا شيخ عبد العليم. مأمون والله ما عم صدق عيوني يا جماعه. لك يا ميت اهلين وسهلين. لك متغير علي كثير يا رجل. كيف عرفت وقت ما كنت صغير هلا تأدب وانا كمان كنت صغير. مأمون بيك ابقاسي. يا اهلين وسهلين يا ابقاسي. لك اهلين وسهلين سيد مأمون. اهلا وسهلا فيك مأمون بيك. وهذا عصام. عصام ابن المرحوم شوكت الله يرحمه. الله يرحم تراب ابوك. الله يرحمه. تعيش يا افندي. وانا مرزوق خضر الحاره تذكرتني. هي دكانتي. يا اهلين بمرزوق. والله اهلا وسهلا سيد مأمون. لك ليش واقفين هون؟ تفضلوا على المضافه. تفضلوا. يا اهلين وسهلين. ميت اهلا وسهلا. شرفتونا والله. تفضلوا. ابن مين قال؟ عم يقول ابن اخو للزعيم ابو صالح الله يرحمه. ابن كامل الضبع. العمى شو خرفت انا؟ صراحة الشاي بس سكر زيادة. مو على اساس ما عندكم بالحارة لا قهوة ولا شاي. يا ابو جودت وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اهلين سيد مأمون. يا اهلين فيك يا شيخي. اهلين مأمون بيك. ما عرفت على الاخ اللي معاه. هذا ابو هلال بيشتغل معي. اهلين وسهلين. شرفت حقك مأمون بيك. شرفت يا ابو مرزوق. يا لطيف يا جماعة. يا لطيف على الأيام شو بتغير بالبني آدم. يعني ما أنت مأمور صغير نحن بنعرفه. ليش مين منا ما تغير يا أبو قاسي؟ عليم الله ما عرفت ولا واحد منكم. يعني ماني متذكر غير حضرتك وشوكة الله يرحمه. هيك لما كنا صغار نلعب بالحارة. بس عتبنا كبير كتير عليك يا سيد مأمون. ليش يا أبو قاسي؟ يعني معقول تنسانك لهالمدة يا أخي؟ شو بدي ساوي يا أبو قاسي؟ الشغل كان آخذ مني كل وقتي. مأمون بيك؟ شو كنت تشتغل بلا زغراء؟ كان عندي شركة ناليات بحرية. يعني تنقل بضايع على البواخر؟ ايوه. اي نعم. شفت ابو قاسم؟ شفت شلون ببدع الطير؟ مأمون بيك تركت كل شغلك مشان ترجع على حارتك؟ صدقوني يا جماعة ما في اغلى على قلب البني ادم من بلده وريحة تراب بلده وبالاخص حارته. خصوصي لما بيكون فيها جماعة طيبين شرواكم بالخير. الوالد اعطاكم عمره بالغربة وكانت وصيته الأخيرة إني أرجع على بلدي وحارتي. إيه الله يرحمه سافر من زمان وكان لساته شب. والزعيم أبو صالح الله يرحمه ما كان رضيان على سفره. بس اللي بعرفه إنه ابن عمي صالح كمان توفى بالغربة. مظبوط. صالح الله يرحمه توفى بالأرجنتين ويوميت الحارة كلياتها زعلت عليه. إي والله. بس هالوش مو غريب عني. كأني شايفك قبل هالمرة. مو غريب الا الشيطان ابو مرزوق. غريبة. مأمون ابن كامل اخو الزعيم ابو صالح الله يرحمه. اي والله يا ابو بشير
واللي سمعته انه قاعد هلا بالمضافه مع ابو جودات. شو يعني فكروا فينا هلا؟ ما بعرف. انت بتتذكره مو هيك؟ ايه بتذكره بس تلاميح. شو رايك نروح نسلم عليه ونقوم بالواجب؟ وانت قلتها يلا دير بالك على الفرن الطاهر. ايه لا ابو بدر عيد ما سمعتك. لا ايش يا اخي فوزية ايش شو طرش فيه؟ لك والله الكلام اللي عم تقوله بيجيب الطراش. ليه شو اللي قلته غريب؟ عم قلك مأمون بيك ابن اخوه للزعيم ابو صالح رجع على الحارة شو فيها؟ يا فرحتك يا فرحتك يا فريال خانم. ليش فوزية شو دخلها فريال؟ لك شلون شو دخلها؟ اجا مين يحاصصها بولتة عم الزعيم شو بدها؟ اي والله مظبوط عم تحكي يا فوزية. لطيف شو انك ذكية وفهيمة لك شو رحت عم بالي اكيد في حدا مخبره وقايل له انه عمك الزعيم مات وهو جاي ياخذ ورثه لكن ما بدي اتذكر القصة. ابو بدر شو فوزية؟ منك ريحة هلكان ولك صوت الحمام فوق مالك شرب حالك؟ عم قول لحالي مني جاي هالريحة من الصبح رح اموت على كده. قولي قولي رح يغطى الليل بداخلكم. ابن عمي ابن عمي مأمون رجع؟ لك ايه رجع والحارة قايمة قاعدة وكل رجال الحارة هلا واقفين باستقباله. يا مو عن جد انت عندك ابن عم اسمه مأمون؟ بلا يا مو عندي ابن عم اسمه مأمون ابنه لعمي كامل. بس اللي سمعته من عمي ابو صالح الله يرحمه انه ابن عمي مأمون كان مريض وقت اللي سافر فيه ابوه مع الجيش العثماني وهلا رجع بعد 45 سنة في شيء. تكتي بنتك لطفية لك كرمال الله تكتيها امتى ترضح شو اعمل؟ لطفية ان شاء الله صرتي احسن خالتي. لا والله يا خالة امزكي لساتني مثل ما انا وهالبنت ما عم تشبع. سعيد ذكرت لطفية جبت لك شوية عسل عن جارتنا ام دياب هدول كل يوم بتعطيها للبنت مع الاصغيرة منه بتغذيها ومنه بتعوضها على الحليب. امسكي خالتي. يسلموا ايديكي خالة امزكي لقوم طعمي البنت. بدك فريال شبك بحكي على البنت مثل الاباوي كانك انزعجتي لما سمعتي هالخبر. شوفي لا ما انجعزت. ليش لحتى انجعز؟ بالعكس انا فرحانه كثير وطاير عقلي من الفرح برجعته. هذا ابن عمي هذا هلا صار لي عزوه وجاهه قدام الناس. بس لا تنسي انه بدك ترجعي له ورثته من عمك ابو صالح الزعيم ولا هي مالك حاسبتي لحساب حبيبه قلبي؟ لا اطمني امزكي حاسبت الحساب واللي بيقوله الشرع انا جاهزه له بحاضره. الحقيقه يا جماعه انا سمعت عن كل اللي صار بالحاره وصدقوني اني زعلان من كل قلبي. طالما بتعرف المفوض يا ريت تحاكيه خليه يحل لنا مشاكلنا. يا جماعه الناس تعبوا وجاعوا مر علينا ايام وليالي ما دقنا مثل بايام السفر بلك حتى الكوران قاطعينه ومسكرين علينا باب الحارة مانعيننا نفوت ونطلع ولا القلعة. اي نعم مزبوط هذا الكلام يا بابو بيك. الجماعة تعبانين كتير جونا جهات الشام مشان حلوا المشكلة لحد هلا ما صار محل شي. وهذا من مؤاخذة نص شباب ورجال الحارة محكومين اعدام غيابي. صدوني يا جماعة ما بعرف شو بدي لكم بس انا راح احاول اعمل شيء بلكي بتفرج عن قريب. الله يسمع منك يا سيد مأمون والله قلبي حاسس انه راح تفرج على يدك ان شاء الله. المهم يا سيد مأمون وين ساكن هلا؟ مأمون بيك نازل يا شيخي باوتيل زهره دمشق. شو هالحكي؟ معقول واحد من حاره ضبع ينزل باوتيل؟ بيت جدك بعده موجود هو نفس البيت اللي عاش فيه المرحوم ابو صالح والبيت فاضي رحمه الله عليه. معناتها ما حدا له مني عليك يا سيد مأمون تبعت بتجيب اغراضها بتجي بتقعد بيناتنا وما عاد لك حجه بالمره. صدقوني يا جماعه صدقوني خجلتوني. خير شبك سيد مأمون؟ حيا يا جماعه انا زعلان على كل ساعه مضت من حياتي بدون ما اكون معكم بهالعادات الحلوه بهالحاره. من يورد الله به خيرا يصب منه. ما صار شيء سيد مأمون كل شيء بيتعوض باذن الله ان شاء الله. يلا السلام عليكم. الله معك يا جماعة. لا تأخر علي يا ابو هلال. لا يا بيك ساعة زمان وبرجع لك. الله معك. مفتاح البيت مع بنت عمك ام توفيق ضروري ناخده منها. ماشي شو بدي لك يا شيخي؟ حابك ترافقني لعند بنت عمي فريال حاكم حابب زوره وسلم عليها. معلوم معلوم شرف تفضل. يلا بالاذن يا جماعة. اذنك معك سيد مأمون. الله معك مع السلامة.
والله يا ابو هلال بعرفه من زمان وشايفه، واذا هو ما كذبني بعرفه مزبوط. بس وين؟ انا يمكن ما صدقوني يا جماعه، بس صدقيني يا بنت عمي اذا قلت لك كل اللي صار غصب عني. بعين الله. ابي الله يرحمه اخذني وانا صغير، وهنيك عشت وكبرت واشتغلت. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي. وان شاء الله جبت بنت عمك معك. والله ما تجوزت. ليش لك ابني كمل نص دينك؟ والله حاسس انه ما للاوان يا شيخي، بس يقول الله كريم. الله يطعمك يا حق. الله يسلمك. ايه بنتي، بدنا مفتاح بيت عمك الزعيم ابو صالح الله يرحمه من عندك حتى يسكن فيه مأمون بيك. على راسي شيخنا، اي مجيب لكم اياه. كانوا اخبار الحاره كانت مطوعه عنكم بالمره ما هي؟ اي والله يا شيخي، يعني اللي بعرفه انه جدي الله يرحمه ما كان رضيان عن جوازة ابي من امي، مشان هيك ترك البلد وهشم لبعيد، وضل زعلان واخذ على خاطره وما عاد يهتم باخبار الحاره بالمره. صدقني يا شيخي، انا بذات نفسي ما بعرف مين قرايبيني بالحاره. ما بقى لك غير فريال بنت عمك، حرام كمان حظاتها قلال هي الثانيه. زوجت عبكير ومات زوجها وترك لها بنت وحيده، اخذها عصام ابن ابو عصام ابن رفيقك القديم. تفضل ابن عمي. الله يسلم اليدين ويديك. اسمعيني يا بنت عمي وراح اقولها قدام شيخي. تفضل. ترى انا ما عندي طمع بورتة عمي الله يرحمه، الحمد لله مستوره وحالتي منيحه، واذا انت بدك شيء بتامريني بشيء ترى انا مجبور فيكي ورقبتي سداده. لا ايوه، شو عم تحكي ابن عمي؟ انت من حقك تاخذ نصيبك من الورثه وعلى دوز باره، وانا اللي بقوله الشرع رضياني فيه، وباذن الله ما باخذ الا حقي. بهي مع حق فريال خانم.